كنت جالسا مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي، من طاف به 7 أشواط كانت له عمرة، ومن طاف به 10 مرات كانت له حجة ولا يلزمه الذهاب إلى مكة. فقلت لهم هذا الفعل كفر بل شرك نعوذ بالله، فهل أنا مصيب وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟ نعم نعم قد أحسنت، لا يجوز الطواف بقبور الناس، لا بقبور ابن الحسن الشاذلي ولا بقبر البدوي ولا بقبر الحسين ولا 6 زينب ولا 6 نفيسة ولا غيره. الطواف يكون بكعبة خاصة، لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبدا. وإذا طاف بقبر ابن الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه في الطواف صار شركا أكبر، وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة، بل هو كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه الإثم العظيم. فإن كان طاف يحسب أنه مشروع ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن، هذا يكون بدعة ومنكر. وإذا كان طواف من أجل أبي الحسن من أجل التقرب إليه هو شرك أكبر نعوذ بالله. وهكذا دعاءه والاستغاثة بأبي الحسن الشاذلي أو النذر له أو الذبح له كله كفر أكبر نعوذ بالله. وهكذا الحلف بأبي الحسن أو بغيره، حلف بالنبي أو بالحسن أو بالحسين أو بفاطمة أو بالكعبة أو بالأمانة أو بحياة فلان أو شرفها، كله لا يجوز. الحلف بغير الله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. فالحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيم لا يليق إلا بالله وحده. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا حصل في قلبه من التعظيم للمخلوق ما هو من جنس تعظيم الله، يكون كفرا أكبر. فالدعاء والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والتوكل عليهم أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يتصرفون في الكون أو يعلمون ما في نفوس أصحابهم والداعين لهم والطائفين بقبول، كل هذا شرك أكبر نعوذ بالله. والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، لا يعلمه الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يعلمون من الغيب ما علمهم الله إياه. يقول سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أن شيخه يعلم الغيب أو أنه يعلم ما في نفس زائره وفي قلب زائره هذا كفر أكبر نعوذ بالله. فالغيب لله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك إذا عكف على القبر يطلب فضل صاحب القبر، يطلب أنه يثيبه أو أنه يدخله الجنة بجلوسه عند قبره أو بقراءته عند قبره أو باستغاثته به أو نذره له أو صلاته عنده أو نحو ذلك، هذا كفر أكبر. الحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله وأنواعه. القبور إنما تؤتى للزيارة، يزورها المؤمن للدعاء لهم والترحم عليهم، فيقول السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا. أما يدعوهم مع الله أو يستغيث بهم هذا كفر أكبر، أو ينذر لهم أو يتقرب عليهم يتقرب إليهم بالذبائح بالبقر بالإبل بالغنم بالدجاج، كل هذا كفر أكبر نعوذ بالله. الواجب الحذر والواجب التفقه في الدين، المسلم عليه يتفقه في دينه حتى لا يقع في الشرك والمعاصي. وعلماء السوء علماء الضلالة يضرون الناس ويغشونهم، فالواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة من طريق الكتابة والصحابة من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق حتى لا يعبدوا الأموات ولا يستغيثوا بهم، حتى لا يطوفوا بقبورهم، حتى لا يتمسحوا بها، حتى لا ينذروا لها. القبور تزار للذكرى لذكر الآخرة، ذكر الموت للدعاء الميت والترحم عليه. أما أن يطاف بقبره أو يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يجلس عنده للصلاة أو لقراءة، هذا لا يجوز. وجلوس عند قبره للصلاة عنده أو قراءة عنده بدعة. إذا كان يصلي له كان كفر أكبر. فإن صلى لله أو قرأ لله يطلب ثواب من الله، ولكن يرى أن القبور محل جلوس عندها لهذه العبادات صار بدعة. القبور هي محل جلوس للصلاة ولا للقراءة، ولكنها تزار للدعاء
دعاء الأموات يدعى لهم يترحم عليهم مثل ما زارهم النبي وزارهم الصحابة رضي الله عنهم. النبي يقول يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وكان يقول إذا زار البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع غرقت يترحم عليهم، هذه هي الزيارة الشرعية. فيجب الحذر مما حرم الله مما أحدثه عباد القبور وأحدثه الجهال الذي يضر ولا ينفع، بل يوقع أصحابه في شكل أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بارك الله.